إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير مشاهدينا، وإلى عناوين النشرة. بعد 8 ساعات اجتماع فيينا يفشل، والجوبير يشدد على رحيل الأسد إما سياسيا أو عسكريا. مؤشرات إيجابية تشير إلى قرب الوصول إلى حل لأزمة النفايات. اليوم نحن كلياتنا عايشين تحت كنف الدولة. داعش يعدم اللبناني محمود الحسين في الرقة بعد محاولة استرجاع بناته من قبضة التنظيم الإرهابي. انفراجات في بيروت ومفاوضات في فيينا. انفراجات بيروت جاءت من السراي الحكومي، حيث وصل ملف معالجة النفايات إلى خواتيمه السعيدة، ومائدة المفاوضات في فيينا كان رأس بشار الأسد طبقها الوحيد. ففي بيروت تدل كل المؤشرات إلى أن معالجة ملف النفايات وصل إلى نهايته بعد اجتماعات ماراثونية قادها رئيس الحكومة تمام سلام بين ألغام القوى السياسية ومع الوزراء المعنيين. فتعهد حركة أمل وحزب الله بتأمين مطمر في البقاع أو الجنوب رجح إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل تنهي هذه الأزمة. أما في فيينا فقد انتهت جلسة المفاوضات منذ بعض الوقت، ويمكن وصفها بجلسة الاختبارات المتبادلة بين أطرافها على كيفية الوصول إلى تسوية سياسية، إلا أنه برز شبه إجماع على أن لا دور للأسد في مستقبل سوريا، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بأن الأسد سيرحل إما بالحل السياسي أو بالعسكري. ومنذ بعض الوقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان ختامي أن جميع الأطراف اتفقت خلال المحادثات على سوريا موحدة، ووعدت الأطراف المشاركة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية. اصطدمت محادثات فيينا من جديد بعقدة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقالت مصادر دبلوماسية إن خلافات كبيرة تؤجل إصدار البيان الختامي للقمة. وبعد 8 ساعات من المفاوضات انتهى الاجتماع إلى توافق على بعض النقاط والخلاف على بعضها الآخر. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أكد أن النقاط الخلافية أرجئت إلى الموعد المقبل الذي يحدد لاحقا، مشددا على ضرورة رحيل الأسد إما بالحل السياسي أو العسكري. وزير الخارجية الفرنسية لورون فابيوس أعلن أن اجتماعا جديدا للأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن سوريا سيعقد خلال أسبوعين، مجددا التأكيد على الموقف الفرنسي أن لا دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا. وأوضح فابيوس أنه تم تحقيق بعض التقدم في المحادثات حول بعض الملفات، ومنها مبادئ تنفيذ جنيف واحد وإجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية، ولكن لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف. بدوره وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند أكد أن الأطراف المعنية ستعمل خلال أسبوعين على إمكانية تذليل العقبات بشأن سوريا. وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري شدد من جهته على أن المحادثات حول حل الأزمة السورية أخفقت في الاتفاق على دور الرئيس بشار الأسد في العملية السياسية. وفي إطار التعطيل الإيراني، وبعدما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباحا موافقة طهران على مقترح يقضي بتنحي بشار الأسد عن السلطة خلال 6 أشهر المقبلة، عاد عبد اللهيان ونفى هذا الأمر في وقت لاحق. في لبنان اجتماع في السرايا الكبير خرج بمؤشرات إيجابية لقرب حل أزمة النفايات بعد جلسة واتصالات ماراثونية. المؤشرات الإيجابية تحدث عنها الوزير علي حسن خليل عقب الاجتماع، لافتا إلى أن الأمور تتجه إلى الحل بعد وضع كل المعطيات بيد الرئيس تمام سلام. على كل والاطلاع على أجواء الاجتماع وحصيلة ما وصلت إليه الأمور، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل ربيع شنطف. ربيع أهلا بك، كيف يمكن أن تلخص لنا هذا اليوم الطويل؟ نعم بالحقيقة ماهر، يعني يبدو أن منسوب التفاؤل قد ارتفع خصوصا في فترة ما بعد الظهر حين بدأ الاجتماع ما بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزيرين علي حسن خليل وحسين الحاج حسن، والذي يعني أفضى هذا الاجتماع إلى قول الوزير علي حسن خليل بأن الأجواء إيجابية وبأنه يعني تم تقدم في هذا الملف، ولفت إلى إمكانية أن يكون مطلع الأسبوع المقبل
مقبل جلسة لمجلس الوزراء، وقال بأن حزب الله وحركة أمل سوف يشاركان بأي جلسة يدعو إليها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. الرئيس سلام لم يدعو إلى أي جلسة حتى هذه اللحظة، طبعا هو يعني ينطلق من دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من مسألة وهي ضرورة توافق جميع الأطراف على حل أزمة النفايات من جهة، وأيضا مسألة الرواتب التي ستأخذ حيز في حال عقود جلسة لمجلس الوزراء. بالنسبة للوزير حسين الحش حسن، والذي كان قد صرح للصحفيين قبل دخوله إلى هذا الاجتماع وقال بأننا يعني سنشهد بحل يريح جميع اللبنانيين في هذه من هذه الأزمة، أزمة النفايات التي استشرت في البلاد. ولفت الوزير حسين الحش حسن إلى أن حزب الله وحركة أمل لم يقوما فقط يعني واجبهما بإنشاء مطمر في الجنوب، وإنما قاما بواجبهما الوطني بحسب ما قال الوزير حزب الله. أما فيما يتعلق بما إذا كان هناك من اجتماعات أخرى سوف تكون يعني لمتابعة هذا الملف، قد يكون هناك اجتماع ولكن هذا الأمر ليس رسمي حتى الساعة، قد يكون هناك اجتماع بالغد يعني متابعة هذه المسألة. فيما يعرف بالعقدة المسيحية فإنه بحسب المعطيات قد صرف النظر عن إيجاد مطمر كان في كسروان أو المتن، ولكن الأمور كلها سوف تبين لدى يعني جلسة مجلس الوزراء التي كما ذكرنا قد تكون في مطلع الأسبوع المقبل، ولكن ننتظر يعني الموعد الرسمي الذي بطبيعة الحال وفق الدستور سيدعو إليه الرئيس تمام سلام. ماهر، شكرا لك ربيع شنطف، كنت معنا مباشرة من السراي الحكومي. في جديد مسلسل تجاوزات التيار العوني، استغلال للصلاحيات واستعمال للسلطة لمصالح خاصة، ومحرقة ظهور شوير نموذج عبر تجاوز القضاء، تقرير ناهد يوسف. في خطوة تتجاوز القانون تم تركيب هذه المحرقة في منطقة ظهور شوير رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك. فمنذ فترة ويقوم وزير التربية الياس بوصعب والوزير السابق فادي عبود بعملية تسويق للمحرقة من دون ذكر المعايير الصحية أو تقديم دراسة تقييم لأثرها البيئي. إصرار الأهالي على رفض إنشاء المحرقة نظرا لمخاطرها البيئية والصحية لم يمنع وزيري التيار الوطني الحر من استيراد المحرقة والتحضير لتركيبها، وترددت معلومات عن أن عملية الاستيراد تمت على أساس أنها فرن لعدم حصولهما على رخصة للمحرقة. الموقع المقرر تركيب المحرقة فيه هو حرش يمنع قطع شجرة فيه، ما دفع بالوزير بوصعب للتدخل لدى الجهات المختصة لتسهيل تدمير الحرش، فتحولت هذه الساحة الخضراء الأسبوع الماضي إلى أرض قاحلة. وبناء على ادعاء من مالكي النسبة الأكبر من أسهم العقار والذي شمل كل الأسباب الموجبة لرفض المحرقة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي قرارا يوم الخميس يقضي بوقف الأعمال في الموقع المذكور فورا، ليفاجأ أهالي المنطقة صباح الجمعة بالمحرقة في منطقتهم، مع الإشارة إلى أن محامي الادعاء علق نسخة من القرار على عمود في العقار لردعهم عن المباشرة بالأعمال، لكن وبطريقة فاضحة تم تجاهل هذا القرار. مخفر المنطقة سجل محضرا بالمخالفة، ولكن السؤال هل سيتم تنفيذ القرار القضائي ومعاقبة مخالفيه، خصوصا وأن ذلك يعد جرما جزائيا، أم أن قوى الأمر الواقع ستحول دون تطبيق العدالة؟ تنظيم داعش في الرقة يعدم محمود الحسين بعد ذهابه لاسترجاع بناته من قبضة التنظيم، حيث نصب ابنه يحيى كمينا له ليعدم بتهمة الردة والتعامل مع الحكومة اللبنانية. التقرير رشا الحلبي. أنا الحاج محمود أحمد الحسين من طرابلس ابن التبيني، اليوم نحن كلياتنا عايشين تحت كنف الدولة. إنه محمود الحسين ابن منطقة المنكوبين الطرابلسية الذي قام تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية بإعدامه، وجريمته بحسب بيان حكم الإعدام الصادر عن ديوان القضاء والمظالم في التنظيم أنه على علاقة مع الحكومة اللبنانية
ما اعتبره التنظيم وقوعا في الردة. وقبل بنات أكثر معي، ما عندي غير شاب بالبيت عمره 17 سنة والباقي كلهم بنات. محمود كان ذهب منذ فترة إلى سوريا بهدف استرجاع ابنه يحيى وابنتيه بعدما غرر بهما شقيقهم بضرورة الالتحاق بتنظيم الدولة خدمة للدين الإسلامي. وكان يحيى قد أقنع والده أنه سيأخذ شقيقتيه إلى تركيا برحلة سياحية، وما هي إلا أيام حتى اكتشف الأب بأن ابنتيه أصبحتا بعهدة التنظيم. ولكن ما لم يعلمه الوالد أن الابن نصب كمينا له، اعتقلته عناصر التنظيم وأخضعوه لتحقيق مكثف لمدة يومين، ثم صدر القرار بإعدامه أمام أعين أبنائه. يشار إلى أن محمود هو والد زوجة الشيخ عمر بكر فستق، وقد تزامن خبر إعدامه مع ورود خبر قبل أيام عن مقتل نجل الشيخ بكري خلال قتاله مع تنظيم داعش في حلب. نزار زكا خبير الاتصالات اللبناني مجهول المصير في إيران منذ أكثر من 40 يوما، تقرير غيدة الشبيلي. من السلطات الإيرانية وتحديدا من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهين دوخت مولافيردي، تلقى خبير الاتصالات اللبناني نزار زكا دعوة للمشاركة في مؤتمر يتعلق بدور المرأة في التنمية المستدامة في 15 إلى 18 من أيلول في طهران. الدعوة الرسمية هذه كانت تغطي موضوعا آخر سافر زكا للنقاش حوله، يتعلق بفتح شبكة الاتصالات والإنترنت على كل العالم بعد الاتفاق النووي الإيراني. زكا المقيم في الولايات المتحدة والذي يشغل منصب رئيس السياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات وصل إلى طهران في 11 من أيلول الماضي، وقدم مداخلة بحسب مصادر صحفية على طاولة مستديرة حضرها مسؤولون حكوميون بارزون في إيران تتعلق بدور تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة. المعلومات أكدت أن زكا غادر الفندق في 18 من أيلول، وأثناء عودته إلى مطار طهران في سيارة أجرة أوقف من قبل السلطات الإيرانية على ذمة التحقيق من دون تبيان الأسباب، وبعدها وبكل بساطة اختفى زكا وكأن شيئا لم يكن. محامي زكا ماجد دمشقي أشار إلى أن عائلة زكا تواصلت مع وزارة الخارجية، لكن الوزارة لم تمتلك بعد جوابا رسميا، فيما رفضت السفارة الإيرانية مقابلة العائلة. المخطوف أم المفقود؟ لغز يلف قضية زكا، فهل استدرج زكا إلى طهران في محاولة لإسكاته؟ فالمعروف أن إيران لديها رقابة على الإنترنت، خصوصا وأنه رائد في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم، حيث يشغل إضافة إلى هذا المنصب منصب الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات التي تعتبر منظمة إقليمية تضم 14 بلدا عربيا. أكدت اللجان التجارية في بيروت على الوقوف إلى جانب الدولة حتى النهاية، مشيرة إلى أن القطاع التجاري مذبوح عارضة مجموعة من المطالب والحلول. أوضاع القطاعين الاقتصادي والتجاري والتحديات التي تحول دون تقدمهما مواضيع عرضها رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبير مع وفد من اللجان التجارية في مختلف المناطق برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس. شماس وإذ أكد لسلام أن حضوره ضروري لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، أشار كذلك إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحيوية إلى المؤسسات تعيد للقطاع التجاري حقه، محذرا من أن أي أذى أو انتكاسة للقطاع يتفشى كالنار في هشيم الاقتصاد الوطني. القطاع التجاري مذبوح، وإذا اطلعنا على كل المؤشرات أكانت على صعيد الاقتصاد الكلي، حيث أن النمو صار يناهز الصفر والعجز متنامي، وكذلك المديونية العامة اللي رح تكاد تخرج عن السيطرة. وجينا طبعا مع مجموعة من المطالب والحلول. المطلب الأول هو أنه يخف حدة الخطاب السياسي، لأنه هالنبرة العالية تنفر الأبعدين والأقربين، ومبعوث حدا عم بفكر لا يجي على لبنان، ولا إذا كان موجود بلبنان يستهلك بلبنان، وبتعكر المزاج الاستهلاك العام بالبلد. نحن للآخر مع الدولة، الأعمال لا سمح الله اللي بتخرج عن إطارها الطبيعي ما بتكون عم بتطال هيبة الدولة، بتكون عم بتطال الدولة بصميمة.
موضوع النازحين السوريين حضر في لقاءات سلام مع الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ ومع ممثل جمعية أندية اللايونز الدولية الذي أبلغه قرار منح لبنان والأردن مبلغ 300 ألف يورو لدعم اللاجئين. في المنامة حيث يشارك في مؤتمر الأمن الأقليمي السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية اجتمع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. استغل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته إلى مملكة البحرين باستقبال نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر إقامته بالمنامة. اللقاء الذي دام ساعة جدد خلاله الضيف التزام بلاده دعم لبنان وحكومته وأبدى إعجابه وتقديره بالجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة الإرهاب والتطرف وفي الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. الوزير المشنوق عقد أيضا اجتماعا مطولا مع وزير خارجية اليمن رياض ياسين وبحثا في الشؤون اليمنية والمنطقة العربية. وكان وزير الداخلية وصل الخميس إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر الأمن الإقليمي السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حيث كان في استقباله نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وممثلون عن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية. وسوف يجري الوزير المشنوق خلال إقامته في المنامة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين عرب وأجانب من رؤساء الوفود المشاركة. في النشرة بعد الفاصل، إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، وارتفاع عدد ضحايا المجزرة الروسية في دوما إلى 86 مدنيا. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. اجتماع فيينا يفشل والجبير يشدد على رحيل الأسد. مؤشرات إيجابية بقرب الوصول إلى حل لأزمة النفايات. داعش يعدم اللبناني محمود الحسين في الرقة. شاهدان فلسطينيان وعشرات الإصابات أحدهم دهسا خلال المواجهات في جموعة الغضب في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال دارت في غالبية مدن ومخيمات الضفة والقدس المحتلتين. المواجهات العنيفة اندلعت عقب صلاة الجمعة في مدينة رام الله والبير والخليل وبيت لحم وقلقيلية. قوات الاحتلال وكعادتها استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين ولا سيما في تفوح القريبة من نابلس، وجرى الحادث قرب حاجز زعترة بحجة محاولة الفلسطينيين تنفيذ عملية طعن قرب المستوطنة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة اثنين بجروح بحجة طعن إسرائيليين. كذلك استشهد منفذ عملية الطعن في مدينة القدس متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حي الشيخ جراح. أما في رام الله فقد أصيب عشرات من الشبان الفلسطينيين وعدد من الصحفيين اختناقا بالغاز والطلقات المطاط في المواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله. كذلك أصيب شاب بجروح بعد دهسه بجيب عسكري في مدينة البيري. قوات الاحتلال لم تكتفي بذلك بل عمدت إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الصحفيين والطواقم الطبية التي حاولت تقديم العلاج للمصاب وتغطية الاعتداء. من ناحية ثانية فرضت القوات الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد دعوات فلسطينية لإداء صلاة الجمعة في الحرم والخروج بعدها بمسيرات وتظاهرات. وأعلنت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة ادعت إنها لحماية الحي اليهودي في الخليل، مشيرة إلى أنه سيحظر على الشبان الفلسطينيين بين عامي 15 و25 عبور الحواجز العسكرية التي تفصل الحي عن باقي مناطق الخليل باستثناء طلاب المدارس وسكان المناطق الخاضعة للإجراءات الأمنية. في غضون ذلك توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى لإداء صلاة الجمعة، وقدرت مصادر فلسطينية عدد المصلين بنحو 29 ألفا. في سوريا ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة مروعة في مدينة دوما بريف دمشق، ذهب ضحيتها العشرات من القتلى المدنيين بينهم أطفال ونساء، بينما جددت الطائرات الروسية غاراتها على أرياف حلب وإدلب وحمص ما أدى إلى سقوط ضحايا أيضا.
من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجاز نشر عدد صغير من قوات العمليات الخاصة في شمال سوريا. يصول ويجول المسؤولون الروس في المحافل الدولية لبحث الأزمة السورية، فيما تمعن طائراتهم في قتل المدنيين السوريين العزل، حيث ارتكبت موسكو مجزرة مروعة في دوما بريف دمشق، ذهب ضحيتها العشرات بينهم نساء وأطفال بعد استهداف سوق شعبي. كما جدد الطيران الحربي الروسي الذي ينسق مع العدو الإسرائيلي قصفه على حمص وريفها، حيث شهدت هذه المناطق نحو 20 غارة طالت المزارع المحيطة بمدينتي تلبيسة والرستن، ما أدى لسقوط جرحى من المدنيين معظمهم أطفال. ويأتي ذلك وسط أنباء عن تكبد قوات النظام خسائر في الأرواح والعتاد بعد فشلها في اقتحام مناطق في ريف حمص الشمالي. أما في الشمال السوري وتحديدا في حلب، فتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الثوار وقوات الأسد في منطقة الراموسية وحي الشيخ سعيد، حيث تتواصل العمليات العسكرية للسيطرة على معمل الإسمنت وقطع طريق إمداد قوات الأسد. من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافق على إرسال 50 من أفراد قوات العمليات الخاصة إلى سوريا للعمل كمستشارين عسكريين في إطار محاربة تنظيم داعش، ووافق أيضا على نشر مقاتلات أيتان وF-15 لقاعدة أنجرليك في تركيا، وكذلك تعزيز المساعدات العسكرية للأردن ولبنان لذات الهدف. قتل العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات في محافظتي البيضاء وإب وسط اليمن. مع اقتراب الحسم في اليمن من النهاية، تشتد المعارك في كل من محافظة الجوف وإب والحديدة وتعز بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي. أما التحالف العربي فقصف معسكر الدفاع الجوي بالقرب من ميناء الصليف ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقبل حسم المعركة في العاصمة اليمنية صنعاء، نفذ طيران التحالف غارات على تجمعات الحوثيين وقوات صالح في وادي المحاقرة بمديرية سنحان مسقط رأس علي عبد الله صالح، إضافة إلى قصف معسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي جنوب العاصمة. وفيما سقط العشرات من المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح في البياضة، ترتفع وتيرة القصف العشوائي الحوثي على المناطق السكنية وتستهدف المدنيين. في المقابل وفي أحدث تطور للمواجهات بمديرية الحزم بمحافظة إب، تعرض عدد من قرى المديرية لقصف صاروخي حوثي، حيث نصب المتمردون الحوثيون منصات إطلاق كاتيوشا ومدفعية جبل الظهرة المطل على عشرات القرى التابعة للمديرية الحزم وسط أنباء عن ضحايا. أيدت المحكمة العليا في طهران حكم الإعدام الصادر بحق الداعية السني شهرام أحمدي الذي اعتقلته الاستخبارات الإيرانية عام 2009 بتهمة قيل بأنه يتم توجيهها للمعارضين السياسيين في إيران. وأصدرت ما يسمى محكمة الثورة حكما بالإعدام بحق أحمدي بعد محاكمة لم تستغرق دقائق. وألغت المحكمة العليا الحكم في تموز من العام الحالي وأعيدت محاكمته أمام القاضي نفسه. من جهتهم، ذكر حقوقيون إيرانيون أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية وأعدم برفقة 5 سجناء في العام 2011. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الحريري تقول إن الحوار مع حزب الله نجح في تنفيس الاحتقان في الشارع. وإحياء الذكرى الأولى على رحيل العلامة هاني فحص. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن الحل في لبنان يكون بالذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لافتا إلى أن القوات مع تشريع كل الضرورة شرط أن يكون على رأس جدول أعمالها قانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية. نحن مع تشريع الضرورة، مع أن الدستور واضح لهذه الجهة بالمواد 74 و75، بس طبعا في ضرورات بعض الأوقات. بس إذا نحن مع تشريع الضرورة، نحن مع التشريع كل الضرورة، مش جزء من الضرورة بشكل انتقائي. براس هالضرورة وجع ميثاقي صرنا عم نعيشه عشرات من السنين، يتمثل بقانون انتخابات جديد وبقانون استعادة الجنسية. مش هناك نحن مستعدين ننزل على جلسة تشريع ضرورة وقت اللي بيكون فيها عراس جدول أعمالها قانون انتخابات جديد وقانون استعادة الجنسية. أكدت النائب بهية الحريري أن خلاص الأوطان لا يكون إلا بتجربة مماثلة لتجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معتبرة في لقاء حواري حول الأوضاع الراهنة أن الحوار مع حزب الله نجح في تنفيس الاحتقان الموجود في الشارع. رأت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أن من اعترضوا وحاولوا إعاقة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإنمائية النهضوية يدركون الآن بأن خلاصهم وخلاص أوطانهم لا تكون إلا بتجربة الرئيس الشهيد. وخلال لقاء حواري نظمته منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب في مقر التيار في المدينة، تناولت الحريري موضوع الحوار بين المستقبل وحزب الله. وإذا كنا اليوم نجتمع في هذه المناسبة المتعددة والظروف الصعبة، فإننا نريد أن نؤكد بأننا سنبقى دائما نستمد من عزيمته رحمه الله وإيمانه عزيمة وإيمانا لمستقبل لبنان بدولته المدنية الحديثة التي أرسى قواعدها ورفع بنيانها، وأنه قد يكون من الممكن تعطيل هذه المسيرة لأشهر وسنوات، لكننا نؤكد بأن عقارب الزمن لن تعود إلى الوراء، وستبقى الدولة محل وجودنا واحترامنا ويقيننا، وأننا لن نخرج على الدولة ولن نخرج من الدولة لأن فيها خلاصنا وخلاص كل اللبنانيين. إن خطابنا كما أراد الرئيس سعد الحريري سيبقى لبنان أولا، لبنان أولا، لبنان أولا. إحنا قواعدنا واضحة ما حنغيرها، إن كان في سلاح أو ما في سلاح. إيماننا بالدولة، وأنا ذكرت أنه لن نكون خارج الدولة ولن ننقلب على الدولة. الدولة بالنسبة لنا مش الحكم يا أخوان، يعني مش لازم نكون بالسلطة لنعترف بالدولة. الدولة هي فعل إيمان بمظلتها، وأساساً ما عندنا خيار إلا ببناء دولة قوية. شو ما تعثرت هذه الدولة هنضل نحن هيدا شعارنا، وما رح نغيره إن حاورنا أو انقطعنا. الحريري اعتبرت أن الشغور الرئاسي في لبنان هو أمر مخجل، متسائلة ما الذي يمنع من انتخاب رئيس الجمهورية، آملة أن لا تطول المدة أكثر لأن الوضع الاقتصادي أصبح على الحافة. وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب شددت الحريري على ضرورة عقد جلسة تشريعية في 2 من تشرين الثاني المقبل. ورأت الحريري أن هناك مطالب يرفعها الحراك المدني محقة، خاصة في موضوع أزمتي النفايات والكهرباء، لكن مشكلة النفايات لا تحل بالتخريب والتكسير. في دار المطرانية بحث المطران إياس عودي مع وزير السياحة ميشيل فرعون ورئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض التطورات المحلية. أشاد وزير السياحة ميشيل فرعون بمواقف متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودي الحامية للصيغة والرافضة للإرهاب باسم الدين والعنصرية. فرعون وبعد لقائه عودي أمل في التوصل لحل لأزمة النفايات خلال اليومين المقبلين عبر جلسة وزارية. إذا كان في أزمة رئاسية والتعطيل للاستحقاق رئاسي، هنا ما بيعني هذا الشيء، بس ما بيعني أنه يعني لازم نمشي بخطر انه نوصل للدولة فاشلة بتعطيل كل المؤسسات. فاكيد في مجال اليوم للكل ينصب اكيد من خلال جلسة الحوار على التقدم بالملف الرئاسي، بس نرجع نمشي بعجلة الدولة من خلال تشريع الضرورة، من خلال قرارات الضرورة بالحكومة. بس الاهم انه ما في مجال نتقدم باثنين،
إذا ما كان في الحد الأدنى من الاتفاق على ملف النفايات. المطران عود التقى أيضا رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض الذي شدد على أن الحروب التي تحصل في المنطقة هي حروب مصالح لا علاقة لها بالدين. اللي عم بيصير اليوم بالمنطقة بسوريا بالعراق بكل المنطقة منا حرب دينية وما لها علاقة بالدين. اللي عم بيصير منه جهاد شيعي ولانه جهاد سني ولانه حرب مقدسة. اللي عم بيصير هو مجرد لعبة مصالح معقدة وكبيرة، لعبة مصالح دول ولعبة مصالح لمنظمات إرهابية عم تستغل وعم بتدخل الدين وعم تقحم الدين تتغطي مصالحها. ودعم عوض القيادات الروحية في لبنان والمنطقة إلى أن ترفض بشكل حاسم إقحام الدين في الحروب أو المصالح السياسية وأن تواجه الغرائز والعصبيات بمزيد من التلاحم والتضامن لمواجهة التطرف والديكتاتوريات. ردت شركة سوكلين على المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة مدن حاسب بالأمس. واعتبرت الشركة في بيان أن المؤتمر تضمن مجموعة من المغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة، موضحة أن شركتي سوكلين وسوكومي ليس لديهما أي ارتباط مع السلطة السياسية وتعملان وفقا للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار. لفت النائب غازي العريضي خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في افتتاح المنتدى العربي الديمقراطي إلى أن ما نراه بالعالم العربي مرعب ويهدد مصيرنا جميعا. لا يمكن أن تقوم ديمقراطية وأن تتكرس عدالة وأن نسعى إلى عمل عربي موحد إذا لم يكن الموضوع الفلسطيني هو الأساس، إذا لم يكن حل عادل ثابت راسخ دائم لهذه القضية. لا يمكن أن يتصور عاقل أنه يتحدث عن حقوق إنسان وعن ديمقراطية وعن عدالة وعن سلام وعن استقرار وعن أمن وعن مواجهة إرهاب في العالم أينما كان ويبقى الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد في بداية هذا القرن الذي يرزح تحت احتلال، وتبقى فلسطين الدولة الوحيدة المحتلة. وللأسف هذا الإرهاب وهذا الاحتلال يحظيان بدعم أمريكي واضح، وفي ظل هذا التشتت والتمزق العربي تزداد الخطورة أكثر فأكثر على فلسطين. أكدت قيادة الجيش ضبط دورية تابعة لمديرية المخابرات سيارة جيب في محلة الفنار الزعيترية، وهي مسجلة باسم إحدى شركات تأجير السيارات وبداخلها عدد من البنادق الحربية والمسدسات وذخائر عائدة لها، إضافة إلى أمتعة عسكرية وكمية من المخدرات من مختلف الأنواع. وقد تم توقيف أحد الأشخاص كما بوشر العمل لملاحقة باقي المتورطين وتوقيفهم. ندوة تكريمية في انطلياس لمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيل العلامة هاني فحص، والكلمات أشادت بمزايا الرحل. لمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيله أقيمت ندوة تكريمية في مسرح الأخوين الرحبان أنطلياس للسيد هاني فحص تحت عنوان هاني فحص أديبا ومثقفا تنويريا، انطلاقا من الإيمان بفكره وثقافته وأدبه ومن المثابرة على دعم كل نشاط يساهم في نشر الرؤية التنويرية التي يمتلكها. إن السيد هاني لم يكن إماما أو أديبا أو شاعرا أو سيد أقلام فحسب، بل هو بالإضافة إلى ذلك كاهن معمد بالحبر متوضئ بالضوء كمعظم أهل التنوير، يرى إلى الله حبا خالصا ساطعا في عيون الناس وعلى وجوه الفقراء. كان مهموما بكل ما يتصل بوطنه لبنان وباستقلاله وبسيادته وبحريته، وكان مهموما وكان مقاوما على طريقته استنادا إلى مفهومه للمقاومة الحقيقية التي لم يرها قط بديلا من الدولة بل مكملا وداعما لها عندما تقتضي ذلك الضرورة، وساعيا في الآن ذاته بحزم لكي تقوم الدولة بمسؤولياتها.
وشددت الكلمات على الوطنية اللبنانية الصادقة للسيد هاني ومواقفه الجريئة الخارقة للمألوف بين رجال الدين، وكيف مارس اجتهاده بالفكر الديني والشؤون الحياتية المتعددة الجوانب، ليس كرجل دين فقيه وحسب، بل كإنسان في الدرجة الأولى. وقد استهلت الندوة بكلمة تعريفية عن الراحل قدمتها الإعلامية الزميلة ماجدة داغر. ونصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من اليابان، حيث أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول الهائل دون تغيير بالرغم من انخفاض الأسعار وانخفاض الإنفاق. ضعف البيانات الصادرة بتشير إلى أن اليابان على شفير الركود، ولكن هالشي ما أثر على المركز الياباني بتوسيع برنامج التحفيز الضخم باعتبار أنه كافي لإنعاش النمو. بحب شير أيضا إلى أنه هالقرار أتى بالرغم من عدم إحراز اليابان تقدم بالنسبة لتحفيز التضخم. ومننتقل للبنك المركزي الروسي اللي أبقى سعر الفايدة الرئيسي دون تغيير صباح اليوم، ولكن أشار إلى أنه رح يتم تخفيضها بالأشهر المقبلة مع التباطؤ المتوقع بمعدلات التضخم. ومننهي مع خبرين سريعين، الأول مع شركة IAG صاحبة شركة الطيران بريتش إيرويز وإير لينغوس مؤخرا اللي رفعت توقع أرباحها للسنة بعد النمو القوي اللي شهدته بالأشهر الثلاثة الأخيرة وبنسبة 40%. وقد أعلنت الشركة أنه رح يتم توزيع أرباح لأول مرة بقيمة 10 سنت يورو للسهم الواحد. والخبر الأخير لليوم هو عن عودة التضخم للصفر بمنطقة اليورو بشهر تشرين الأول بعد ما سجل ناقص 0.1% بأيلول. فقد نمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ بشكل بسيط بوقت بقت أسعار الطاقة منخفضة جدا مقارنة مع السنة الماضية. أيضا قدرت وكالة الإحصاءات أنه يوصل معدل البطالة بالدول الـ 19 اللي بتستخدم عملة اليورو لنسبة 10.8% بأيلول، وهذا تحسن بسيط مقارنة مع 10.9% بشهر آب. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكن نهار التنين. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. اليوم مع ألفا صار فيك تنقي باقي الفورجي يلي بتناسبك، من 500 ميجا بايت ب$10 بالشهر ل 60 جيجا بايت ب$149 بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس. بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر اللي هو عم بيكون صور عن الهوايات، أما اليوم مصتنا صورة من لينا. من بعد صورة لينا منروح على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها، وجولتنا بتبلش مع القاهرة 27، 20 بتونس، 22 درجة بالرباط، 23 ببغداد، 21 بدمشق، 25 درجة بالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت 27، الدوحة 33، أما رياض 34 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وعم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدناها ل 15 درجة، الرطوبة عم بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 40 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها ل 22 درجة، أما بالداخل عم تتراوح بين 9 و 26 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبلش جولتنا من الشمال مع كار 25، 27 بطرابلس، 16 بالقرس، 26 درجة بالكورة، 27 بالهرمل، 26 بالقاع، 17 ببعلبك، 18 درجة برياق. بالمناطق اللبنانية بنوصل على جبال 24، 18 بميروبا، 27 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 27 درجة، وعم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا، وعم يرجع يشهد لبنان ارتفاع بدرجات الحرارة 25 درجة بزحلة، 26 بشتورة وبعنجر، 25 درجة بمشغرة، 23 بجزين، 22 برشية، 24 بمرجعيون وببنت جبال،
والختام عم بيكون مع بيت الدين 21 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و25 درجة. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وعم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية. أما لبكره الحرارة عم توصل أقصاها لل 27 درجة، أما أدناها لل 17 درجة. عم بيكون في عنا ارتفاع درجة واحدة لنهار الأحد تتسجل أقصاها 28 درجة، أما عم بيصير في عنا انخفاض بدرجات الحرارة لنهار الاثنين، والحرارة عم توصل أقصاها لل 25 درجة، أما أدناها لل 20 درجة. بذكر أنه عنا ضباب على المرتفعات، أما بمنطقة الأرز الحرارة بتتراوح بين الخمسة والستاشر درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا عطول على المستقبل. في دي ان اي بعد هذه النشرة، يتناول نديم قطيش مشاركة إيران في مؤتمر فيينا الخاص بالأزمة السورية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد ثماني ساعات اجتماع فيينا يفشل، والجبير يشدد على رحيل الأسد إما سياسيا أو عسكريا. مؤشرات إيجابية تشير إلى قرب الوصول إلى حل لأزمة النفايات. اليوم نحن كلياتنا عايشين تحت كلف الدولة. داعش يعدم اللبناني محمود الحسين في الرقة بعد محاولة استرجاع بناته من قبضة التنظيم الإرهابي. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم سهرة ممتعة برفقة تلفزيون مستقبل. إلى اللقاء. من قناة الحدث وتلفزيون مستقبل دي ان اي، مساء الخير. انطلقت اليوم الاجتماعات الموسعة بجنيف حول سوريا، واللي بتضم دول الجوار السوري، الدول الإقليمية والدولية المؤثرة بالأزمة السورية، وبحضور إيران للمرة الأولى. وهدئ إعلام الممانعة إذا فيك تهدي. وتثبت مشاركة الجمهورية الإسلامية في لقاءات فيينا حول سوريا أنها رقم صعب في المعادلات. طهران ستجلس ندا لند أمام الرياض، ومجرد الرضوخ لهذا المنطق بعد طول عناد ومكابرة يعكس واقع الربح والخسارة. الاختراق الإيراني، ودخلت بقوة لاعبا فاعلا إقرارا بقدرتها على حل أزمات المنطقة، هي هزيمة أمريكية وحلفائها. الله أكبر، احتفالات بانتصار إيران بس لأنه لقيت كرسي تقعد عليها. إيران انتصرت، إيران انتصرت. أي يعني قاعدة موجودة باجتماعات جنيف. الحاضر منتصر والغائب مهزوم، وإيران انتصرت بحضورها، بس في حدا غايب يا جماعة. هل كانت المشاركة الإيرانية مقابل عدم المشاركة السورية؟ لا 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 لا، المشاركة السورية لم تكن مطروحة أصلا، يعني لم تدعى سوريا، لم توجه أي دعوة إلى سوريا. إعلام الممانعة طبعا غير معني لا من قريب ولا من بعيد بوضع الأسد. المهم إيران، إيران موجودة على الطاولة، يعني الوضع بألف خير. الأسد غايب مثله مثل أي فصيل مسلح أو مجموعة معارضة، مش مهم مش مهم مش مهم. إيران عم تتصرف على اعتبار ورثة الأسد بسوريا، يعني إذا هي موجودة انتهى الموضوع. بس كمان خلونا ما نبالغ، ولو خلونا ما نبالغ، حضور إيران مش كرمال إيران واحتلال سوريا والحكي الفاضي. إيران موجودة لحماية الأسد. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران لا تصر على إبقاء بشار الأسد في السلطة إلى الأبد.
على الفوتي بيع الأسد. يعني بعد المحادثات ما بلشت قال لك لسنا متمسكين بالأسد إلى الأبد، اللي هو أهم شعار بسوريا. ولا يعني فظيع، لا أهم شيء اللغة المستعملة، إيران لا تريد بقاء الأسد إلى الأبد. حبيبي مع أساس الموضوع متروك للشعب السوري صارت إيران تريد ولا تريد؟ ولا رد سوري. وين الموقف السوري من مسألة السيادة؟ كيف يعني العالم كله عم بناقش الملف السوري بغياب سوريا الأسد؟ كيف؟ وجهة النظر السورية تم إعلانها بشكل واضح، ولكن لم تخرج هذه الوجهة النظر السورية من التوضيح، من الخروج خارج إطار السيادة. فيك ترجع تعيدها؟ مثل ما هي فيك تعيدها؟ وجهة النظر السورية تم إعلانها بشكل واضح، ولكن لم تخرج هذه الوجهة النظر السورية من التوضيح، من الخروج خارج إطار السيادة. حبيبي هيدا موقف او حزوره للاولاد؟ خرج وخروج وخارج ستة واستقبل حمام ما استقدر بس ستة مدرسات ستة شو انا كيف ركبت هيدي؟ بس حرام، شو بدي اقول مسكين، العالم يناقش المساله السوريه بغياب ممثلين عن سوريا الاسد، واعلام الممانعه مفحوط بحضور ايران. بس عفوقه، ليه ايران دعيت هالمره وما دعيت قبل؟ يعني عندما كان يعتقد الآخرون بأنهم استبعدوا طهران، أعتقد أن طهران لم تكن أي في بوارد أن تدخل في لقاءات ومباحثات على طاولة العلاقات الدولية، ولم تكن بعد قد أعدت الملف بالكامل. والتاريخ يثبت أن إيران هي من تختار التوقيت، وهي من تختار كيفية المشاركة، وهي من تنتصر على العالم. إيران هي اللي رفضت المشاركة بالماضي، هي قالت لا بجنيف واحد وبجنيف اثنين خصوصي. شددت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية جان بيساكي على ضرورة سحب دعوة الأمم المتحدة لإيران للمشاركة في محادثات جنيف الثاني. سحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة التي وجهها إلى إيران لحضور محادثات السلام السورية في جنيف اثنين. هي اللي رفضت، إيران هي اللي أوعزت لأمريكا بأنه ترفض حضور إيران، وإيران هي اللي أقنعت الأمم المتحدة أنه تسحب الدعوة لإيران. هي رفضت ما بدها لأن ما كانت فاضية. طيب غير أنه الأمريكان قالوا لإيران بالماضي ممنوع تجي، وهلأ قالوا لها أهلا وسهلا تعي شاركي، شو السبب الحقيقي اللي خلى إيران تشارك هالمرة؟ عنتريات المنابر والإعلام تراجعت سريعا كواقع مسلحيها في الميدان، فحضروا إلى فيينا بشروط الواقع لا التوقعات. فلقاء فيينا ليس حفلة تعارف ولا ناد للعلاقات العامة، انعكاس صريح وواضح هو لما يجري من متغيرات ميدانية. طبعا الميدان، حيث الانتصارات الإيرانية المدوية بدليل متابعة إعلام الممانعة. إذا في تتابعوها وبتحضروا التقارير يعني بتعرفوا قديه في انتصارات إيرانية بالميدان السوري. تحت عنوان القصة الكاملة لقرار التدخل العسكري الروسي في سوريا، قالت صحيفة السفير بالتزامن مع مفاوضات فيينا النووية كانت المشاورات مفتوحة بين موسكو وطهران ودمشق. قال الإيرانيون إنهم قدموا أقصى ما بمقدورهم تقديمه دفاعا عن النظام السوري، ولكن الأمور الميدانية ليست على ما يرام. انتصارات عمد عينك والنظر لا حصر لها، قد ما منتصر راح يستجدي التدخل الروسي لأن الوضع ليس على ما يرام. يطلع أنه هيدا استجداء الروسي تيفوت لأن الوضع ليس على ما يرام، هذا انتصار إيراني بالميدان فرض جلوس إيران على الطاولة. منطق ما تقلي منطق. طيب إذا ربحان بالميدان ليه طلبت الروسي يفوت؟ سؤال بس هيك، سؤال صغير يعني، بس كمان عم نبالغ. ما الإيراني والروسي حساب واحد، رصيد واحد، مسألة الممانعة والمقاومة وإسرائيل وحساب واحد. ما كان يحكى عن اتفاق
روسي إسرائيلي فيما يتعلق بعدم ربما اعتراض طائرات إسرائيلية تدخل إلى سوريا، هل الميدان يشير فعلا إلى احترام روسيا لذلك؟ أولا الاتفاق لم يقل اعتراض طائرات روسية إسرائيلية تدخل إلى سوريا، قال الاتفاق تنظيم اتفاق لكي لا يحدث صدام بين الطائرات الروسية والطائرات الإسرائيلية. للأمانة يعني للأمانة الاتفاق مش ليمنع الطيران الإسرائيلي، الطيران الإسرائيلي رايح جاي حزك مزك بسما سوريا. بس عم يعملوا تنسيق الاتفاق هو من شان تنظيم سير الطيران وطيران الطيران بسما سوريا بسبب العجقة، لا أكثر ولا أقل، بسبب العجقة لا أكثر ولا أقل. وطبعا هذا دليل إضافي على مستوى الانتصارات الإيرانية بسوريا التي تستوجب الاحتفال بجلوس إيران على الطاولة بغياب الأسد. المرة الماضية بعد سحب الدعوة للمشاركة بجنيف 2 قالت إيران من باب العجرفة أنه رفضت تشارك. ليه؟ بسبب المساواة بين الدولة السورية والمعارضة المسلحة، يعني اثنين حاضرين على الطاولة. اليوم شاركت وعقلبة مثل العسل المساواة بين النظام والمعارضة المسلحة أو المعارضة بشكل عام، الاثنينات غايبين عن الطاولة. الاحتفالات مش احتفالات بمشاركة إيران، إنما صوت عالي للتغطية على غياب الأسد أو على انتهاء بشار الأسد. تصبحوا على خير.